نحن نحترم الإباضية وهم مسلمون لهم مال المسلمين. بالنسبة إلى علاقة الإباضية بالوهابية كما ذكرت في أكثر من حلقة، الوهابية قاموا بغزوات لكثير من بلدان العالم الإسلامي، والإباضية أيضا دفعوا ثمن التكفير الوهابي، والوهابية غزوا عمان وقتلوا منها الخلق الكثير وفعلوا فيها مزرة، كما غزوا اليمن وغزوا العراق وكثير من بلدان العالم الإسلامي. فالخطر الوهابي وهذا التكفير الوهابي دفع ثمنه أيضا الإباضيون، والتاريخ تاريخ عمان يشهد على ذلك. ولكن بالرغم من ذلك نحن نقول علينا نحن أن نقف كلنا في مواجهة التكفير، وأن لا نسمح لهذا الفكر أن يتمدد في العالم الإسلامي.